ونحن نتهيأ للانطلاق الفعلي في الحوار الوطني كاستحقاق من أهم استحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية. يعني تأتي الضربات ممن لا يؤمنون بالديمقراطية، لا يؤمنون بالحوار، لا يريدون الحوار، وليس لهم مصلحة في نجاح الحوار، ولا يريدون الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. الأحداث التي جمعناكم للحديث عنها وفيها شهادات وفيها أشياء موثقة يعني كوقائع لا يمكن الشك فيها أو الشك في صحتها، وسنقدم لكم الشهادات ونقدم لكم الوثائق التي تؤكد ذلك. تتمثل في تعرض عدد من مقرات حركتنا لاعتداءات متعمدة ليست بالعمل العفوي، إنما هي جزء من استراتيجية أطراف معينة تريد إرباك العملية السياسية، تريد إحباط التونسيين، تريد تعميق الاستقطاب، تريد تغذيه الاحتقان، وتريد نسب كل الجهود المبذولة من أجل أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان. مطلوب من كل القوى الوطنية، مطلوب من كل الأحزاب السياسية أن تحدد موقفها بدون أي لبس من الاعتداءات التي استهدفت مقرات حركتنا. هذه الاعتداءات المتمثلة في الحرب، في الاقتحام، في إتلاف المحتويات، في الاعتداء على المناظرين، وهي اعتداءات ليست بالأحداث العفوية العابرة، لأنها شملت أكثر من مقر وفي أكثر من جهة، بل تكررت في أكثر من مناسبة على نفس المقرات، لأن الحركة لا يمكن أن تصمد وأن تتجاهل ما حدث، باعتبار أن خطورته لا تهم الحركة فقط، بل خطورته تتعدى الحركة إلى النيل من سلامة العملية السياسية ومن قواعد التعامل السياسي بين الأحزاب الوطنية ومن المناخات الملائمة للتقدم في العملية السياسية. ستتخذ الحركة إجراءات قانونية بشأن هذه الاعتداءات، لأننا في حركة النهضة حريصون على الحوار، متمسكون بالحوار، حريصون على إنجاح الحوار، على أن يثمر هذا الحوار توافقا واسعا، وتتهيأ يعني عن طريق البلاد إلى ما تبقى، إلى إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية في أفضل الظروف، يعني من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. نثمن الدور الذي قام به الرباعي، وخاصة دور الأمين العام الذي حد عام توصل الشغل السيد حسين العباسي، الذي على ما يبدو وجد يعني مشقة كبيرة في حمل الأطراف التي لا تؤمن بالحوار والأطراف التي تتهرب من استحقاقات من استحقاق الحوار الوطني، والأطراف التي تبحث عن التعلات للتفصل من مسؤولياتها، ويعني ربما بث الشك في إمكانية النجاح وتعطيل هذا الحوار.